السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دكتورة، نسأل الله يا رب تكوني في خير وفي نعمة. تحياتنا ليك وكل الإخوان في العراق. الله يبارك في عمرك. بخصوص سؤالك على الحنفية اللي بتنزل بعض القطرات من المية، ومن ثم النحل طبعا استعلم على المكان ده وبيجيب مية شرب للخلايا، بتقولي طبعا إن هي ربما يكون مسببة لك مشاكل في المنزل، تمام، وعاوزة توجهي النحل لمشرب آخر. طبعا أنت بتقولي أنت حطيتي غزاية فيها بعض المحلول السكري مع الليمون، تمام، على اساس توجه النحل للمكان دوت، ومن ثم ايه يترك الحنفيه اللي بتنقط بعض نقاط الميه. عامه الفعل اللي انت عملتيه او العمل اللي انت عملتيه ممتاز، تمام. حته ان اولا اول ما النحل هيستعلم على مكان التغذيه او المحلول السكري اللي انت حطيتيه، مباشره هيبتدي يروح يجيب منه، وبالتالي تقدر تحط ميه شرب فيه، تمام. دي اول حاجه، ولكن في عمل لابد تقومي بيه. ايه هو؟ لازم الحنفيه اللي بينزل منها قطرات ميه تتقفل على الاقل 3 4 ايام، بحيث ان النحل لما يروح وما يلاقيش فيها قطرات ميه يروح على المكان الاخر اللي هو موجود فيه، نقدر نقول الميه الاخر او اللي موجود فيه التغذيه السكريه اللي هو احنا عاوزين نخلي النحل يستعلم عليه. فاهم اتكلم في ايه؟ ده لابد شرط اساسي. طول ما الحنفيه، خلي بالك، طول ما الحنفيه بينزل منها قطرات من الميه، صعب جدا توجه النحل لمحل اخر او مكان اخر، لان ده مكان قديم والنحل مستعلم عنه واجيال النحل كلها عارفه المكان ده. لازم بشتى الطرق تقفلي الميه عن المكان ده على الاقل بس 3 4 ايام، تمام. وبعد كده مفيش مشكله لو هتشغليها، بس احنا عاوزين النحل يستعلم على مكان اخر، تمام. انما الفعل اللي انت عملتيه وضع بعض الليمون مع محلول السكري على اساس تخلي النحل يستعلم في مكان اخر، ممتاز جدا ممتاز جدا، تمام. الله ييسر لك، مشكور. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخويا ابو شعيب، نسال الله تكون في خير وفي نعمه، اللهم امين. تحياتنا ليك ولكل الاخوان في المغرب. الله يبارك في عمرك. بخصوص سؤالك على النويه اللي جالسه عندك من حوالي 22 يوم، ملك العذره ما تلقحتش، تمام. طبعا انت بتقولي العمل ايه معاها. انا بص، باختصار شديد، ضم النوية دي اخوي ابو شعيب وتخلص من ملك العذراء. شفت انا بقول لك ايه؟ طبعا انت بتقولي ان الملك العذراء طارت منك، خلاص طارت ملهاش لازمة. اخوي ابو شعيب الله يبارك فيك، ملكة مر عليها فترة 22 يوم ما خرجتش للتلقيح، ان انا اجلس الملكة دي عندي مضيعة للوقت، تمام. احنا اتكلمنا اكتر من مرة في اكتر من فيديو، من ال 13 لل 15 يوم، تمام، دي الملك العذراء معايا موجود، ما تلقحتش خلاص، لان دايما في الغالب الملك العذراء بتتلقح بعد 7 8 ايام 10 ايام، تمام. خليني انا هعطيها 5 ايام زياده، مفيش مشكله، انما اجلسها 22 يوم لا، تمام. فالله يبارك في عمرك، افحص النويه، لقيت فيها الملك العذراء اتخلص منها، تمام. ما لقيتش الملك العذراء فيها، خلاص توكل على الله، ضم النوية، تمام. يعني انت في كلا الحالتين الملك العذراء موجودة او مش موجودة، انت هتضم النوية على نوية اخرى او على خلية اخرى، تمام. بس طبعا لو موجودة لابد تتخلص من ايه؟ من العذراء، تمام. الله ييسر لك الحال يا رب. اخويا ابو شعيب الله يبارك في عمرك، بخصوص تكملة سؤالك اللي انت بتتكلم فيه ده، خطأ. طيب سؤالك بيقول ايه؟ الخليه اللي انا طبعا قلت لك الله يبارك في عمرك ضمها، او النويه اللي انا قلت لك ضمها، لان الملكه جلست 22 يوم، انت حطيت على النحل بتاعها حضنه او حطيت عليها يرقات النحل، يا رب بيوت ملكيه، دي هتكذب منك اخويا ابو شعيب، تمام. سي ابو شعيب الله يبارك في عمرك، هتكذب منك صدقا. جلست 22 يوم الملكه ما تلقحتش، وربما يكون كانت بتربي كمان الملكه دي، وانت عاوز تخليها تجلس كمان 15 يوم تخرج لك ملكة أخرى، هتكذب منك مباشر، تمام. حلق الله يبارك لك، لازم تضمها. حبيت تعمل تقسيمة من خلايا أخرى بعيدا عن النحل اللي هو كان موجود مع الملكة دي، تمام، مفيش مشكلة. إنما النحل الكبير في السن ده تحط له براويز من اليرقات يربي ملكات، لا ما انصحكش، هتكذب منك في خلال 5 6 ايام، وهتبص تلاقي فيه باكتر من بيضه في العيون الثلاثيه، وهتخش نفسك في معضله صعبه، او يمكن البيوت الملكيه بعد ما يتم الاغلاق عليها النحل يضربها ويخربها، لان النحل فيها ربما يكون وصل عمره معدل 40 يوم. فاهم اتكلم فيه اخويا ابو شعيب؟
ما تدخلش نفسك، الله يبارك لك، في معضلة صعبة. تمام، اتمنى يكون الجزئية واصلة لك. مشكور اخويا ابو شعيب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اخويا فوزي، نسأل الله يا رب تكون في خير وفي نعمة. تحياتنا ليك ولكل الاخوان في تونس، الله يبارك في عمرك. بخصوص سؤالك، الله يبارك فيك، على عدد الاطارات من الحضنة اللي تكون موجودة مع نحال في وقت النشاط وفي وقت الذروة من النشاط في الربيع، يعني بمعنى اصح في الانطلاقة الربيعية. بتقول مع نحال ما شاء الله متمارس، يتيقن فن إدارة المنحل، بتقول كم برواز أو كم إطار حضنة يكون في الخلايا اللي هي مثلا طابقين أو 3 طوابق؟ طيب صلي بينا على النبي أخويا فوزي، الله عليه الصلاة وأفضل السلام. بالنسبة مثلا، الله يبارك فيك، فخلية تحتوي على 10 براويز يكون فيها من الحضنة، تمام، تقريبا ما بين 7 إلى 8 براويز من الحضنة. تمام، دي بيدل على ان الملكة ممتازة، وتدل على ان عند النحال نشاط، تمام، ويدل على ان ما شاء الله تبارك الله المرعى ممتاز من حبوب اللقاح. تمام، زي ما انا قلت لك، ما بين 7 براويز حضنة الى 8 براويز حضنة. طبعا براويز الحضنة دي بتكون مختلطة، حضنة مفتوحة، حضنة مغلقة، بيض. تمام، طيب خلية تحتوي على طابقين، يعني 20 برواز، تمام، يكون فيها معدل كام برواز من الحضنة؟ يكون فيها معدل 15 أو 16 برواز حضنة، تمام؟ سواء حضنة مفتوحة أو حضنة مغلقة، تمام؟ طبعاً الخمس ست براويز الباقية اللي هي على الخلية الطابقين العشرين برواز بتكون مثلاً عبارة عن خبز نحل اللي هي حبوب اللقاح، عبارة عن عسل اللي هو طبعاً مخزون الخلية. طبعاً الكلام اللي أنا أتحدث ده فيه طبعاً في حالة عدم وجود حاجز ملكي، تمام؟ لان لو في حاجز ملكي الملكه مش هتصعد للعاسله، تمام، ومن ثم هيكون الطابق ده كله اللي هو العاسله ايه؟ براويز عسل. من ثم اصلا الله يبارك في عمرك، انا ما برتبش الحاجز الملكي الا في الفيض. انت طبعا بتتكلم وقت تجييش النحل، تمام، فده بصوره مختصره. طبعا اخويا فوزي، اتوقع ان انا افدتك في الموضوع دوت ربما يكون امس، تمام، ولكن طبعا انا حبيت ارد عليك بالنسبه للبراويز الحضنه اللي موجوده مع نحال متمارس او نحال خبير في وجود ملكه ممتازه في وجود النشاط. شرحت لك طبعا على 10 براويز بيكون موجود حوالي 7 8 براويز من الحضنه، وبالنسبه لل 20 برواز اللي هي الخليه الطابقين بيكون عندك معدل 15 او 16 برواز من الحضنه، سواء في الطابق الاول او في الطابق الثاني العسله. تمام، الله ييسر لك الحال. تحياتنا ليك والاخوان في تونس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخويا يونس، نسأل الله يا رب تكون في خير وفي نعمة. تحياتنا ليك والإخوان في الجزائر، اللهم أمين يا رب. الله يبارك في عمرك. بخصوص سؤالك، إنك أنت طبعا ما عندكش فراز، تمام، الله ييسر لك الحال يا رب. بتقول إن شاء الرحمن عندك 4 براويز عسل، تمام، فأنت عاوز تاخد ال4 براويز بالعسل دولت تحط عليهم ملكة عذرة وتعملهم تقسيمة، تمام، وبعد ما تعمل التقسيمة ديت بعد 3 أيام إن شاء الرحمن تنفض النحل من على 3 براويز العسل، تحط لهم شمع أساس، ومن ثم تاخد براويز العسل ديت. طبعا نقدر نقول هتقطعها، تمام، هتقطع الشمع بتاع العسل ده على أساس ما عندكش فراز، تمام. بتقول لي إيه رأيك في الموضوع دوت؟ طبعا سواء ملكة عذرة أو ملكة ملقحة أيا يكن. أخويا يونس، الله يبارك فيك، هو نقدر نقول العمل اللي أنت تقوم بيه ده كويس وسيء؟ بمعنى انك انت هتشيل ال3 أو ال4 براويز اللي مليانين عسل وتنفض النحل وتخلي النحل يقوم بعملية بناء الشمع الاساس، ال3 4 براويز ده مجهود على النحل اخويا يونس، ده مجهود على النحل. طبعا الافضل ايه؟ الافضل انت بتخلي النحل يقوم بالعمل ده تدريجي، فاهم اتكلم بيه؟ يقوم بالعمل ده تدريجي، بمعنى برواز يتم بناؤه، من ثم البرواز الاخر، من ثم البرواز الثالث. انما ان انا اديله 3 4 براويز مره واحده، في احتمال كبير النحل بعد ما ترفع براويز العسل يقوم واخد بعضه النحل بالملكه وطارق الخليه وماشي. طيب ليه؟ ده سؤال بيطرح نفسه، النحل يترك الخليه ويمشي ليه؟ ما هو ما فيش اللي يتمسك بيه اخويا يونس. هيتمسك بايه جوه؟ قول لي انت. في حضنه؟ ما عندوش حضنه. تمام؟ في عسل؟ ما عندوش عسل. تمام؟ وبالخصوص الحضنه المفتوحه ديت دايما بننبه بيها اي احد ان الطرد او التقسيمه بيكون عندها حب البقاء علشان خدمه الحضنه دي. تمام،
ابنه صح ولا لا؟ مش دي تعتبر ابن الملكه وابن النحل؟ انت تنفع مثلا تترك المنزل بتاعك وتترك اولادك، ولكن لو ما فيش حد في المنزل خالص هتتركه وتقفله وتمشي، صح؟ فالله يبارك في عمرك، انا ما اشجعكش على العمل ده الا انك انت على الاقل يكون في برواز حضنه النحل يتمسك بيه، ومن ثم طبعا لو رفعت العسل ما فيش مشكله تحط شمعه اساس وتدعم بالتغذيه السكريه على اساس النحل تساعده في عمليه بناء الشمعه. اتمنى يكون الجزئيه دي واصله لك. اتمنى ما تاخدش قرارات غير الكلام اللي انا قلته لك، لان صدقا ربما اولا الكثافه النحليه هتقل معاك لو انت حطيت اساسات فقط، وربما النحل يترك الخليه ويمشي. خلي بالك من الكلام عشان ما ترجعش تقول الاخ محمد المصري ايه ما قاليش على التنبيه ده. تمام، الله ييسر لك الحال. تحياتنا ليك والاخوان في الجزائر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخونا، نسأل الله يا رب تكون في خير وفي نعمة، ما شاء الله تبارك الله. طبعا الله يبارك في عمرك، دوت طرد نقدر نقول أنت مسكته على إيدك. تمام، أنا أكلمك عن نفسي، أنا شخصيا أنا ضد صراحة الشيء ده. أنا أكلمك على وجهة نظر أنا شخصيا، أنا ضد إن أنا مثلا أمسك الملكة الملقحة في إيدي أو ملك العذراء وأخلي الطرد يتجمع على إيدي أو على جسمي، أو ضد المبدأ ده. تمام، انا بحس ان هي بتخش في مفهوم بلعب بالنحل. تمام، الافضل تمام ان بدل ما اخلي الطرد يجي على ايديا بعد طبعا ما امسك الملكه، تمام، الافضل ان انا امنع التطريد صدقا. تمام، صدقا وصراحه الافضل ان انا امنع التطريد. خلي بالك لما انا امنع التطريد سواء عن طريق مثلا التقسيم او عن طريق رفع توسع طوابق، اعمل توسع للنحل كده، صدقني العمل اللي انا بعمله ده يكون انجح من اني انا امسك الطرد على يدي، ولا امسكه مثلا من على شجره او من على اي حاجه. تمام، الا في حاله واحده طبعا، ودي نقدر نقول الاخوان بكلهم العذر بتاعه في الشيء ده، وهي لو الخلايا اجباح بلديه او خلايا زمر. تمام، في الحاله دي هو محتاج يخرج طرود منها، انما خلايا حديثه يخرج منها طرود انا بسميه اهمال. تمام، الا طبعا لو عنده ظروف خاصه ده شيء تاني. الله ييسر لك الحال. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخويا عبد الرحمن، نسال الله تكون في خير وفي نعمه. تحياتنا ليك ولكل الاخوان في اليمن، الله يبارك لك. ليك سؤال هنا بتقول بالنسبه لبيوت التطريد، بتقول بعد ما يفقس اول بيت ملكي هل لازم افقس على البيوت الباقيه، ولا كل ما يخرج طرد معاه كميه من النحل تمام اخده في خليه واسكنه علشان يكون فيه مجموعه من النحل السارح والنحل الحاضن؟ طيب اخويا عبد الرحمن، الله يبارك في عمرك، هنا الحديث هنا عن الخلايا الاجباح البلديه او الاعواد البلدي. تمام، طبعا الله يبارك فيك، انا اتكلم بخصوص الخلايا دي. اول طرد بيخرج منك عندك بيكون على الاغلب الطرد ده موجود فيه الملكه الملقحه اللي هو بيسموه الطرد البكر، انت بتاخده وتسكنه. لما يخرج الطرد السنو اللي بيكون فيه ملكات عذارى كذلك سكنه. تمام، بعد خروج الطردين دول حاول تقص الخليه العود كامل، تصفي الملكات ومن ثم تستفيد منها في امر اخر، وتترك ملكه عذراء واحده وتعتب البنو مره اخرى. ده بالنسبه لايه؟ للخلايا الاعواد البلديه. بالنسبه للخلايا الحديثه او الخلايا اللانجستروس، انصحك نصيحه لله ما تخليهاش تطر. ليه؟ ما هي قدامك اخويا عبد الرحمن كتاب مفتوح، اقدر ان مثلا اخد تقسيم، اقدر اخد تقسيمتين، اقدر اخد ثلاثه. تمام، انما تخليها تطرب منك، الطرد اللي بيطلع ده بيأثر على الخليه، بدل ما بتكون 10 براويز تكون كام؟ تكون 5، تكون 6 براويز. تمام، لو خرج طرد كمان هتكون بروازين 2، انا ضعفت الخليه الام، بقت ضعيفه على حساب مين؟ على حساب الطرود. فاهمني؟ انما التقسيمه انا اقدر اخدها نقدر نقول كنحال، اخدها بمزاجي، بمعنى حبيت اخد تقسيمه طرد ببروازين، حبيت اخد تقسيمه 3 براويز، حبيت اخد تقسيمه 4 براويز. تمام، فده بيكون افضل. اتمنى يكون الجزئيه واصله لك. انا حبيت اكلمك على الاعواد البلديه وعلى الخلايا الحديثه. تمام، وزي ما انت بتشتغل في اليمن سواء بالاعواد او بخلايا حديثه، شوف اللي يناسبك ايه. تمام، واعمله. تمام، الله ييسر لك الحال يا رب.